متابعي برنامج نبض البلد، أرحب بكم في حلقتنا الليلة والتي تستضيف شخصية وطنية برلمانية أسهمت في العملية الديمقراطية وقادت السلطة التشريعية في مجلس النواب لدورات ثلاث. حدث ذلك العام 89 يوم كانت البلد مقبلة على تحول ديمقراطي ناجز، لكنه سرعان ما تعثر. وفي تلك التجربة أسهم ضيفنا بشكل لافت في إدارة المشهد النيابي، لكن تبدل الأحوال وتعثر الإصلاح والتحول الديمقراطي قادنا للوراء. فكيف يرى ضيفنا الرؤية العامة للإصلاحات السياسية في الأردن والتحديات التي يمكن أن تواجه الإسلاميين في السلطة في نماذج عربية في مصر وتونس؟ وما هي نظرته للدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة الإسلامية في الأردن في المرحلة المقبلة؟ وأين هو سقفها؟ وما هي نظرتها العامة لدور الأحزاب السياسية غير الإسلامية وإمكانية تكتلها أو ائتلافها للمشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ثم ما هي قراءة الضيف للتحديات الداخلية أردنيا وبخاصة الاقتصادية وآلية مواجهتها من قبل الحكومات؟ وكيف تتكيف الجماعة الإسلامية في الأردن مع التحول في السلطة الديمقراطية في مصر لصالح أشقائهم هناك؟ وهل هناك ظلال للمشهد المصري على الدور الذي يراد للجماعة في الأردن؟ بعد ذلك أبدأ بالترحيب بضيفنا معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات. أهلا بكم معالي الدكتور. أهلا بكم، حياكم الله. صحيح هناك الكثير من ربما الآراء التي قفزت والتخوفات بعد وصول ربما نماذج إسلامية من جماعات الإسلامية، من جماعات الإسلام السياسي تحديدا جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجماعة النهضة في تونس من الوصول للسلطة وعن دورهم للمرحلة. بصفتك يعني مراقب يعني لهذه المرحلة الدقيقة منذ 20 عام ومساهم، كيف تقرأ هذه التخوفات وكيف تقرأ الوصول الإسلامي للسلطة في النماذج العربية المجاورة والبعيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا دكتور مهند، و أسأل الله أن نكون من الذين يقولون القول السليم السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا القول السديد وإصلاح العمل مرتبطان مع بعض. واقع الأمة ككل قرون عديدة مرت على هذه الأمة وهي في غفلة. هذه الغفلة شكلت حالة مرضية غير طبيعية سادت البلاد العربية جميعا. بعد أن كانت أمة واحدة أصبحت الآن الأمة العربية كانت أمة واحدة أصبحت الآن 22 دولة غير الملحقات. هذا الكلام حقيقة غير طبيعي. نحن في أمة ننتمي لعقيدة، ننتمي لفكر، ننتمي لحضارة ونعتز بها، وقادة العالم قرون طويلة. واقعنا الحالي لا يمثل هذه الصورة بصلة. فما هي المشكلة؟ نحن عشنا لقرون في غفلة، هذه الغفلة أفقدتنا بعض المقومات الأساسية مما عشناه ومما قلنا به العالم. والله سبحانه وتعالى يعني وصف الغافلين وصف يعني خطير حقيقة. لهم وصفهم بأنهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها معطلة، ولهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هل أفهم من كلامك هذا الواقع الذي عشناه هي غفلة؟ يعني أفهم من كلام معالي الدكتور أن هذا الواقع الغفلة التي تسيطر بها الغافلون والظالمون والمستبدون يعني كانت نهايتها الخلاصية بهذه الثورات العربية وهذا هذا الأمل. الغافل لما الأجهزة اللي ذكرت القلب والسمع والبصر معطل ولا يوصل شيء، والنتيجة أنها كالأنعام بل هم أضل، هذه الحالة اللي بنسميها الغفلة الآن بدت صحوة. النائم صارت عنده الصحوة، فبعد الصحوة إن شاء الله تكون النهضة، وبعد النهضة البناء الكبير. ننهض ثم نبني ونصلح ونقود الإصلاح. هذه الغفلة الآن إن شاء الله أنها بدت نهاياتها بما نلمسه ونراه في البلاد العربية التي كأنهم يعني صحوا من النوم
فنظروا حولهم، ما الذي حولنا، ما هذا؟ أيضا صارت مساءلة سريعة، صار جواب سريع، لا نحن لسنا كذلك. فعادوا إلى أصولهم، إلى فكرتهم، إلى مفهوم الأمة، إلى مفهوم الوحدة، إلى مفهوم الإصلاح، إلى مفهوم الموقع الكريم للأمة. فبدت عندنا هذه اللي سووها ربيع، سموها ربيع عربي، سموها ثورات إصلاحية، لكن هي عملية غفلة وصحوة من الغفلة، وثم تتبع الصحوة نهضة. هذه إن شاء الله بدايات هذه النهضة. طيب يعني أنت متفائل لهذا الإنجاز النهضوي أو هذا الإنجاز الإحيائي كما والله يقال؟ أنا أقول أؤمن إيمان قاطع أنها فترة تاريخية، فجر التاريخ كله، وبناء جديد له ما بعده. وأنا يعني أحزن لمن لا يفهم أن هذه نهضة صحوة ثم نهضة، والذي يتغافل أو يتعامى أو يتغابى بأن هذه ليس ظاهرة ثم تزول ثم يعود إلى ما كانوا عليه هو غافل، وهو حقيقة يعني ساذج، وهو لا يصلح أن يقوم عمل نفسه. ولهذا أنا بقول هذه صحوة كبيرة لا يملكها أحد، والصحوة للأمة، كل الأمة. ولكن مخلفات ما مضى من عهود، من تصنيفات ومن عناوين ومن خطابات ومن كلمات يصف بها الآخرين كثيرة، وكلها استخدمت الآن لتعطيل هذه الصحوة. لكن الصحوة أعم وأكبر من أن يحاط بها. وكما ذكرت دكتور مهند، ما جرى في البلاد العربية، خذ مصر على سبيل المثال أو تونس، أو يعني أناس كانوا يعني مطاردين، أناس هم الآن الشعب تحول وسلمهم القيادة. هذا التحول ليس بالأمر السهل، ما كان فيه انقلاب عسكري، ما كان فيها دماء من قبل الذين قادوا التغيير، بل إصلاح، وإصلاح قادوه بأنفسهم وبصورة سلمية وهي غير مسبوقة في تاريخ البشرية كلها. الآن كل الثورات في العالم كان فيها أعمال عنف، فيها أعمال عسكرية، تأخذ وقت عندما تستقر، وأخذت وقت وأخذت كذا وكذا، وأزاحت الخصم، لكن هنا حاورت الخصم. طيب هون وناقشت الخصم. معالي الدكتور، هون يرى البعض أن هذه الثورات التي قامت في تونس وفي مصر وفي اليمن وسوريا، في السودان حالة إسلامية لافتة أيضا في الإخفاق وليس ربما بالنجاح الديمقراطي، يرى أن قام بها الناس العاديين والبسطاء، وأن الذين بصراحة كما يقول البعض أن الذين فازوا بالأمور بالإبل كما يقال الإسلاميون. أمام هذا المشهد، هل يمكن أن تجد الإسلاميون تحديات في تونس في مصر، تحديات نحو الاندماج الوطني، تحديات نحو التعامل مع مركبات الدولة من جيش وقوى أمنية؟ هل تتوقع أن يواجهوا التحديات أو أن يحتوي الكل وأن يقدموا نموذج بالشراكة الوطنية؟ كل البدايات التي رأيناها تنبئ بأنهم استوعبوا الجميع. خذ تونس على سبيل المثال، وقد زرت تونس ورأيت والتقيت ببعض القادة هناك. هناك يعني رئيس الجمهورية ليس من الأغلبية التي نجحت، صحيح. رئيس مجلس النواب ليس من الأغلبية، الأغلبية فقط في الحكومة، صحيح. ثلاث سلطات، رئاسة الجمهورية أخذها إنسان قومي عادي، منصف المرزوقي، نعم، رئيس المجلس النواب أيضا انتخبوه والأغلبية عندهم، نعم، أعطوها لإنسان آخر وهم أخذوا الحكومة. وهذا الائتلاف بحد ذاته مثل حي يخالف كل الأنظمة الشمولية العربية التي سقط بعضها والآخر في الطريق. هؤلاء استأثروا بأنفسهم وأزاحوا خصمهم وبقوا عشرات السنوات وهم يحكمون ولا يقبلون أن يتغيروا، صحيح. فجاء من يغيرهم باسم الشعب. هذه البداية في تونس على سبيل المثال. في مصر ما بتختلف؟ مصر أيضا في شيء لافت وفي شيء تاريخي لم يسبق بالتاريخ، أن قامت ثورة شعبية سلمية للإصلاح وتنجح وتزيح طاغوت كبير وتحدث التغيير وتصل إلى الرئاسة وتصل إلى مجلس الشعب وتصل بطريقة سلمية. هذا التغيير الآن هم
لا شك انه فيه صار اخذ وعطاء في او تغييرات في استراتيجيات، لكن هدفها واحد، انهم يسعون جميعا للتعامل مع كل ابناء الشعب. وانا حقيقه من الفهم القديم السابق من عصر الغفله، عصور الغفله، انها ابتدعنا اسماء ومصطلحات وعناوين ليست حقيقيه. الان خذ على سبيل المثال مصر. مصر لا شك حركه الاخوان المسلمين حركه صار لها 80 عام او يزيد هناك تعمل وعملت وضحت، قدمت شهداء، قدمت يعني عانت بالسجون، عانت بالمطاردة، عانت إلى أن وصلت لصورة سلمية أيضا. العسكر هم اللي كانوا يحكمون طيلة 60 عام وحكم العسكر لم يتغير، عسكري بسلم عسكري. الآن لأول مرة في تاريخ مصر عسكري بسلم، يأتي العسكري وأدوا التحية للمدني ويقول تفضل هذه المسؤولية أمامك. هذا كلام فريد من نوعه، هذا شيء جديد، هذا شيء لم تعهده بلادنا، هذه غيرت نظرة العالم لنا. العالم كان ينظر إلى العرب بصورة دونية وليست بصورة، الآن صاروا يؤدوا التحية من بعيد. أوباما يقول أنا بسوي مثل ما سوى مرسي، ها شايفين ما عنديش أنا حماية لنفسي. فأصبح زعماء العالم الكبار يقلدون ما يقوم به الناس في تونس أو في الناس في مصر. ما بتخشى على هذه الحالة؟ هذه بدها أنا يتربنا فوق كل شيء، هي لا شك أنه المحاذير قائمة، ويعني وندعو الله لهم بظهر الغيب أن يحفظهم وأن تسير الأمور لصالح الشعب. طب شو أكثر شيء بخوفك على هذه الثورات معالي الدكتور؟ والله هي الثورات حقيقة إن شاء الله إنها يعني خطت الخطوة الكبيرة، بقي التكميل. التكميل يعني أعداء الأمة بذلوا كل ما يستطيعون لإفشالها وصرفوا المليارات لحرف النتيجة وقلبوا الموازين عدة مرات، لكن الشعب وعناية الله سبحانه وتعالى كانت أكبر. نعم. فنجح الشعب الأعزل الذي يحمل علم البلد ويقول أنا أقود تغيير سلمي. في هذا الاتجاه ونحن نتحدث بالإطار العربي، يعني قبل ما ندخل بالتفاصيل الداخلية نذهب نحو سوريا، كيف تقرأ المشهد بسوريا معالي الدكتور؟ وهل فعلا يمكن أن يكون موازي للتجربة المصرية أم هو مختلف ربما يكون طبيعة سوريا؟ والله هو الحقيقة يعني طبيعة سوريا ومن قبلها طبيعة العراق. نعم. بلدين عربيين حكموا من قبل حكام عرب استبدوا ووصلوا حكموا البلاد باسم حزب، باسم يعني أنظمة شمولية. وصلوا 30 و40 عام لم يتغيروا، أو ورثوها وراثة، نتكلم بالديمقراطية ونطبق الوراثة، نقول بالاشتراكية ونحن نعمل بأقصى درجات الرأسمالية. هذه كل المتناقضات التي حصلت. الشعب السوري آن له أن، وسوريا ليست كبقية البلاد، سوريا عقب دائرة الإسلام الشام كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، سوريا سوريا هاي بلاد الشام، هذه زهرة الدنيا، أول عاصمة في التاريخ في العالم كله هي دمشق. صحيح. أقدم عاصمة في العالم هي دمشق. دمشق أم الحضارة، دمشق أم الوعي، وهي من بلاد الشام المباركة من حول الأقصى. أين هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهي من أكناف بيت المقدس. صحيح. إذن هي أرض مباركة، أرض خير، أرض قادة الحضارة العالمية الإسلامية في العالم كله. هذه العاصمة يليق بها أن تحدث فيها تغيير، ولا يجوز احتكار السلطة فيها فوق 40 سنة لعائلة واحدة أو لاثنين أو واحد أو اثنين، وإلى الأبد وإلى الأبد. وهذا كلام غير منطقي، غير علمي، غير فكري، مرفوض عند العالم كله، وبعدنا ثوار مسمي إلى الأبد. هذا الكلام لا يجوز، سنة الله في خلق تخير هذا الكلام. فالشعب السوري الآن يدفع ثمن. أنا أقول أن الوضع في سوريا
يختلف قليلا، التركيبة الداخلية في سوريا مختلفة، الحكام مختلفين، فيها عوامل التي جاءت بحكامها أيضا قد تؤدي بهم إلى ما هو أقسى من ذلك، لأنه التركيبة الاجتماعية الداخلية غير التركيبة في مصر أو في تونس. أو لا يمكن أن يلقى الإسلاميون ذات المصير بتونس ومصر في سوريا؟ هل تعتقد أنهم يمكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ حقيقة الإسلاميين في سوريا أعلنوا أنهم جزء من هذا الشعب ولا يتقدمون ولا يتأخرون عنه، وهم في ائتلافات حزبية من كل الأحزاب المعارضة في سوريا، وهم لم يضعوا أنفسهم بديلا لأي جزء من الشعب السوري، هم جزء من هذا الشعب وقبلوا أن يكونوا كذلك، وهم قد نجحوا بذلك حقيقة، لم يميزوا أنفسهم وساروا مع بقية الناس. هل التقيت ناس من قيادات الإسلامية من سوريا مؤخرا؟ لا، سوريا حقيقة ما التقينا معهم، لكن التقيت مع في تونس، مع في مصر، لكن الفكرة الآن أن الحركة الإسلامية مع أنه شيطنوها، ومع الأسف يعني أنت ابن علي في تونس قبل ما يغادر قال لمين نخليها للإخوانجية، القذافي قال لمين نخليها للإخوان، مبارك قال نفس الكلمة، صالح حكى نفس الكلمة، سوريا حكوا نفس الكلمة، وكأنهم متواصين على ذلك، وكأنهم قائمون على هذه العملية. يعني التوجيه الخارجي كان لاستبعاد هذه الفئة. هذه الفئة لا تدعي شيء، لا تريد شيئا، ونقول أن هؤلاء من صميم الشعب غير مستوردين، من الناس، أولاد الناس، منها الناس ومنها الشعب، هم من هذا الشعب وقلبهم على هذا الشعب، وبحراك سلمي قالوا نريد أن نكون مع بقية الناس، وليس لهم لا أهداف خاصة ولا منافع خاصة، بل هي أهداف سامية يقود إليها العقيدة، الفكر، الانتماء، مصلحة الأمة الكلية فوق مصلحة الأشخاص. وهذه بدايات الرئيس المصري، يعني مثال حي يعطيه للذي يريد أن يتعلم معنى قيادة الناس ومعنى المسؤولية. شكرا معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات. عند هذا الحد الفاصل الأول يبدأ الآن، ونعود بعد الفاصل في أسئلة الفيسبوك وتويتر التي يسألها الأخوة المتابعون، ثم نعود، ابقوا معنا.